السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا مسيرة التعلم. إذا درت لكم المعرفة فيديو تاع واحد النشاط في الرياضيات للسنة الأولى ثانوي تاع جدا مشترك علوم طبيعية. إذا اليوم حندير لكم الخلاصة تاع هذاك النشاط. النشاط هذا كنت شرحته وكملت، دوكا حندير لكم الخلاصة تاعو اللي درناها يعني في القسم. إذا ونسيت باش نقول لكم بلي حندير لكم الرابط تاع الفيديو الماضي في صندوق الوصف. بقى عندنا خلاصة النشاط. عندنا نستنتجوا من هذاك النشاط باللي ان تنتمي الى زد، وزد تنتمي الى دي، ودي تنتمي الى كيو، وكيو تنتمي الى ار. تسمى الاعداد الطبيعيه تنتمي الى الاعداد الصحيحه، وصحيح او الاعداد الصحيحه تنتمي الى الاعداد العشريه، والاعداد العشريه تنتمي الى الاعداد الناطقه، والاعداد الناطقه تنتمي الى الاعداد الحقيقيه. ناخذ عندنا اولا مجموعه الاعداد الطبيعيه يعني ناتشورال. تعريف 0 1 2 3 الى اخره تسمى مجموعه الاعداد الطبيعيه، ونرمز لها برمز ان، وهي مجموعه غير منتهيه حيث 0 هو اصغر هذه الاعداد في المجموعه. يعني 0 هو اصغر هذه الاعداد، تبدا هذه المجموعه من 0 وكمل. امثله 2 عدد طبيعي، ونكتب 2 تنتمي الى ان، يعني 2 تنتمي للاعداد الطبيعيه. ناقص 2 ليس عدد طبيعي، نكتب ناقص 2 لا ينتمي الى الاعداد الطبيعيه. المعادله x زائد 1 تساوي 0 تكافئ x تساوي ناقص 1، معناه المعادله تقبل حلا في مجموعه الاعداد الطبيعيه. بصح لو كان كانت x ناقص 1 تساوي 0 معناتها x تساوي 1، تسمى معناه المعادله تقبل حلا في مجموعه الاعداد الطبيعيه. عندنا ان يعني الأعداد الطبيعية تساوي 1 2 3 4 5 6 إلى آخره. دوكا مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية. تعريف الأعداد اللي قبل ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 والنواقص قتها الأعداد، والصفر وواحد زوج ثلاثة والباقي أعداد صحيحة نسبية سالبة معدومة وموجبة. هذا ما كان ني عشرية ني كسر ني والو. نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز زاد. دوكا الأمثلة عندنا 5.3 لا تنتمي إلى الأعداد الصحيحة، 2.3 لا تنتمي إلى الأعداد الصحيحة، 2 تنتمي إلى الأعداد الصحيحة، وناقص 2 تنتمي إلى الأعداد الصحيحة. المعادلة x زائد 1 2 x زائد 1 تساوي 0 تكافئ x تساوي ناقص 1 على 2. لا تقبل حلا في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية، لأن ناقص 1 على 2 لا ينتمي إلى الأعداد الصحيحة. وباسك ناقص 1 على 2 هي ناقص 1 فاصل ناقص 0.5، وكاين مادام كاين الفاصلة تسمى ما تنتميش الى الاعداد الصحيحة. عندنا ملاحظة كل عدد طبيعي هو عدد صحيح، اي المجموعة ان هي جزء من المجموعة زد، اي ان محتوات في زد، ونكتب ان تنتمي الى زد كما كتبناها مع الاول قاعيتك. 3 مجموعة الأعداد الناطقة أو الأعداد العشرية. تعريف الأول يعني تاع الأعداد الناطقة، العدد الناطق هو العدد الذي لا يمكن كتابته على شكل بي على كيو، حيث بي عدد صحيح نسبي، تسمى من الأعداد الصحيحة تكون موجبة ولا سالبة بصح ما تكونش بالفصيلة، وكيو عدد صحيح نسبي غير معدوم، تسمى والكيو تكون صحيحة يعني موجبة ولا سالبة بصح ما تكونش فيها الفصيلة تانيك، وغير معدوم معناتها ما يكونش صفر. نرمز الى مجموعه الاعداد الناطقه برمز كيو. عندنا دوكا امثله ناقص 1 ينتمي الى كيو، لان ناقص 1 يساوي ناقص 1 على 1، هذا عدد نسبي صحيح وهذا عدد نسبي صحيح وغير معدوم. كل من الأعداد التالية هي أعداد ناطقة، 9.2 9.2 ناقص 13، 16 ناقص 5 على 4، ناقص 4 على 9، و 3 على 7. عندنا تعريف 2 العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته
على شكل بي على 10 أس ان، حيث بي عدد صحيح نسبي وان عدد طبيعي، نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز دي. أمثلة، عندنا 3 على 13 أس 3 تنتمي إلى دي، لأن ناقص 3 على 10 أس 3 يكتب على شكل بي على 10 أس ان، بس بي هو 3 و 10 أس ان هي 10 أس 3، حيث بي يساوي 3 وان يساوي 3. عندنا 3 على 7 لا تنتمي إلى دي، إلى الأعداد العشرية يعني، لأن العدد 3 على 7 لا يمكن كتابته على شكل بي على 10 أس ان. عندنا دوكا ملاحظة الأولى، جذر 2 لا ينتمي إلى Q، لخطر جذر 2 هو عدد الصم، لأن لا يمكن كتابته على الشكل P على Q، حيث P و Q عددان صحيحان نسبيا، كل عدد غير ناطق هو عدد الصم. توجد أعداد صماء أخرى مثل P، تسمى الأعداد اللي داروا لهم نسبة كيما بي جدر 2، بس بي تساوي 3.14 مالغي هي الفاصلة تكمل، ما هما خلاو لها القيمة تاع 3.14. كاين تاني جدر 2 هي القيمة تكمل بس خلاو لها 1.41. هكا مثال، عندنا في هذا المثال عندنا اكس تساوي ناقص 1 على جدر جذر 2 إكس زائد 1 يساوي 0، يعني تكافؤ إكس تساوي ناقص 1 على جذر 2. إذن المعادلة تقبل حلا في المجموعة في مجموعة الأعداد الناطقة. عندنا دوكا الملاحظة الثانية، كل عدد عشري هو عدد ناطق، ولكن ليس كل عدد ناطق عدد عشري، إذن دي تنتمي إلى Q. وما تنسوش تروحوا تزوروا لا فيديو اللي درتها المره اللي فاتت هكا باش تفهموا الدرس تري تري بيان، باسكو هذه الخطره ما فهمتش، هذه الخطره دير جور ما فات فهمت تري تري بيان في النشاط، دوكا عطيت لكم الدرس. هكا كونوا كملنا لا فيديو تاع اليوم، نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، الى اللقاء.